بدأ صرف مقررات التمويل لشهر ديسمبر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة. ويتم طرح أكثر من 30 صنفا للسلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين، إلى جانب منتجات اللحوم والدواجن، ذلك بمختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية، على أن يتم طرحها بتخفيضات تصل إلى 25%. صرف المقررات التموينيه بيبدا من يوم 25، بتبدا البقالين جميع البقالين التموينيه. احنا عندنا اكثر من 40,000 منفذ بيع سلع تموينيه على مستوى الجمهوريه، بيستعد من يوم 25 بصرف المقررات التموينيه استعدادا للشهر الجديد. كل بقال تمويني بياخد الكميه بتاعته تبقى جاهزه في منفذ البيع على استعداد تام، يبقى لاول يوم في الشهر الساعه 9 الصبح بتبدا صرف المواطنين المقررات التموينيه، كل مواطن حسب احتياجاته. السلع اللي بيتم طرحها الان في البطاقه التموينيه سلعه السكر وسلعه الزيت وجميع السلع الغذائيه الاخرى المتوفره. طبعا عندنا السكر الكيلو ب 12 جنيه و60 قرش على البطاقه التموينيه، بحد اقصى 6 كيلو للبطاقه كل فرد كيلو. بالنسبه للزيت 800 مللي ب 30 جنيه بحد اقصى 4 زجاجات على البطاقه. المواطن طبعا بيقدم للبقاله التموينيه البطاقه بتاعته، بيصرف السلع على حسب المبلغ الموجود في البطاقه. احنا لينا استعراضات، التامين بتاعنا بناخده يوم 25، قيمة التأمين بتاعنا بتبقى موجودة من يوم 25 في الشهر، بتبقى موجودة داخل المحل. بنبتدي الشهر الجديد من يوم 1، طبعا بنجهز السلع التومنية وبنسلم برضو السلع الحرة اللي هي فرق العيش، بنسلمها طبعا بأشكالها المتنوعة حسب رغبة الزبون يعني.